نصب عليكم مره ثانيه، وخلينا نصبح على زميلتنا لمياء حمدين ونتعرف منها على اخبار المرور والطقس في القاهره وباقي المحافظات. صباح الخير لمياء. صباح الخير عليك يا مصطفى، وصباح الخير عليك يا جمانة، وصباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. مشاهدينا تعالوا دلوقتي نستعرض مع حضراتكم أحوال المرور في مناطق مختلفة من مصر، ونبدأ كالعادة من محافظة القاهرة. وتعالوا بينا نروح على طول على كوبري أكتوبر اللي بيشهد في الوقت الحالي بعض الكثافات المرورية. شارع رمسيس بيشهد كثافات مرورية هتبدأ تقل بالتدريج لحد ما نوصل لحد غمرة. أما كوبري 15 مايو المتجه للمهندسين عليه كثافات مرورية، وشارع بورسعيد من نزلة كوبري أكتوبر بيشهد هو كمان سيولة مرورية لحد منطقة الزاوية الحمراء. في كثافات نسبية عند الوايلي ولحد كوبري الساحل والأميرية والكورنيش من المظلات لحد وسط البلد، فيها كثافات مرورية إنما بسيطة ومتقطعة. أما المتجه للمؤسسة في سيولة مرورية ما عدا بعض الكثافات عند المظلات. تعالوا نشوف محافظة الجيزة دلوقتي، ونروح على طول على شارع الهرم اللي بيشهد كثافات مرورية، وكثافات بتزيد مع ساعات الذروة الصباحية. كمان باقي شارع الهرم الرئيسي بيشهد تباطؤ في حركة سير السيارات، وكمان في كثافات المتجه لكوبري الجيزة المعدني، وفي شارع فيصل في كثافات مرورية برضو بتبدأ من محطة المريوطية ومكملة لحد كوبري فيصل. طريق المحور القادم من أكتوبر في كثافات مرورية قبل الدائري، وبتستمر لحد لغاية سلم أرض اللواء، وبعدين بيكون في سيولة مرورية في شوارع المهندسين وحتى كوبري 15 مايو. أما المتجه لكوبري أكتوبر أو لمدينة أكتوبر فيها سيولة مرورية. في محافظة اسكندرية فيها كثافات مرورية عند كوبري ستانلي وعلى طول الكورنيش، وفي كثافات متفاوتة عند الإشارات بطول الكورنيش برضو. أما بواقي الشارع الجانبية فيها سيولة مرورية نسبية. شارع جمال عبد الناصر فيه كثافات مرورية عند تقاطعه مع محور محمد نجيب، ونفس الموضوع في شارع عبد السلام عارف اللي بيشهد كمان سيولة مرورية أو كثافات عفوا مرورية لكنها متحركة. تعالوا نكمل جولتنا ونروح لحد أسوان. هنبدأ من شارع السادات لحد ما نوصل لمنطقة المسلة اللي بتشهد سيولة مرورية، وعلى طول الشارع هنلاحظ كمان إن في كثافات مرورية بسيطة لحد ما نوصل لمحطة القطر اللي بيشهد الطريق حواليه كثافات مرورية. كمان في كثافات مرورية تانية في شوارع الحدادين والإمام الشافعي والطريق المؤدي لمستشفى أسوان الجامعي، كمان في بعض الكثافات المرورية. كده خلصت جولتنا المرورية، وخلونا نستعرض مع حضراتكم جولة سريعة عن أحوال الطقس النهاردة. النهارده الطقس هيكون دافي نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، كمان في فرص لسقوط أمطار من خفيفة لمتوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية، وده هيكون على فترات متقطعة، وفي أمطار من خفيفة لمتوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، وقد تمتد خفيفة على القاهرة الكبرى. كمان في نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية. درجة الحرارة النهاردة في القاهرة 25 درجة، وأعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 28 درجة، أقل درجة حرارة هتكون في كاترين 19 درجة. وهنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل بعد شوية.